السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في برنامج لمسات. اليوم في فقره جمال وكي غادي نعطيكم دي ماكيون بالنسبه للبشره الدهنيه متكون من نعناع الخزامة والنعناع السلمية والورد. جميع هاد الأعشاب فعندهم منافع عديدة بالنسبة للبشرة. فاليوم أنا اختاريت نعطيكم دي ماكيون بالنسبة للبشرة الدهنية متكون من نعناع. فلهذا غادي نحتاجو غادي النعناع. فغادي تاخدو النعناع غادي توضعوه في نصف لتر ديال الماء، غادي تخليوه يغلى شويه، من بعد غادي تحيدوه من النار وغتخليوه حتى يبرد. انا فضلت انني نخلي النعناع مع الماء ديالو عاد منهز منه السائل ديالو. وغادي تحتاجوا الحليب يكون دسم، فغادي ناخذوا 3 المعالق ديال النعناع فالرائحه ديالو تتكون زويونه. وغادي نضيف ليهم 2 معالق ديال الحليب فمن بعد ما غادي تحصلوا على هذا الخليط اللي هو الشكل ديالو سائل، يمكن لكم انكم تحتفظوا به في قرعه ديال الزاج في الثلاجه لمده اسبوع وتستعملوه على شكل دي ماكيون. تنعاود ناكد بالنسبه للبشره الدهنيه، فجميع هاد الاعشاب اللي ذكرت لكم سواء السلميه الورد الزعتر او النعناع فعندهم منافع عديده بالنسبه لبشره الوجه، فهم تعتبروا مطهرين وتمنحوا الانتعاش للبشره في نفس الوقت. نتمنى ان فقره جمالوكي بالنسبه اليوم تكون نالت اعجابك. بالنسبه للسيدات اللي بغاو يفوزوا معنا بغلوكين صيفطوا لنا الصوره ديالكم ورقم الهاتف ديالكم على البريد الالكتروني للبرنامج. الان غادي نمروا الفقره المواليه. بعض الاحيان تنكونوا سنوضعوا المكياج على الوجه ديالنا وتيطيح لنا الفون دو تان على الحوايج او الماسكارا ولا حتى احمر الشفاه. فالطريقه باش يمكن لكم انكم تزولوا المكياج من الحوايج هي سهله، يمكن لكم انكم تاخذوا مسحوق اللي تتنظفوا به الاواني او الشامبوان ديال الشعر توضعوه على الطبعه تخليوه يطلق شويه، ومن بعد يمكن لكم انكم تنظفوا الملابس بطريقه عاديه في اله التصبيغ. اليوم فقره ديكور غادي نوريكم طريقه جميله يمكن لكم تزينوا بها الفاز اللي عندكم في البيت. في بعض الاحيان تتكون عندنا مرايه وتتهرس فيمكن لكم انكم تحتفظوا بها، فهي تتكون على هذا الشكل من بعد ما كتهرس. فالطريقه سهله، فحنا غنحتاجوا زجاج مهرس وغنحتاجوا هاد الحجيرات اللي هما على شكل كريستال تيكونوا شويه ترونسبارون، وغادي نحتاجوا فاز ديال الطين عادي. الان اول شيء غادي نقوم به هو انني غادي نوضع اللصاق في الفاز باش يمكن لي انني نوضع الزاج ويلصق. فكيف ما تشوفوا معايا فهي طريقة سهلة ويمكن لكم انكم تحتفظوا بأي زاج ديال المراية تهرسات بهذه الطريقة تزينوا بها الفاز. انا صوبت طريف صغير في الفاز لانني سبق لي وجدت فاز من قبل اللي غنوريكم الشكل النهائي ديالو. فالان غادي نلصق هاد الحجيرات الفوق باش نوريكم الطريقه اللي غتلصقوهم بها. ثم خصهم الوقت بقاو متبتين عليهم باش يشدوا في المكان ديالهم.
انا الان ما غاديش يسكولي لان خصهم الوقت، فهو تيجي على هذا الشكل كيف ما تشوفوا معايا. الان غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الباز من بعد ما غادي تكملوا له الزاج، فهو تيجي على هذا الشكل بعد ما لصقنا فيه هاد الحجيرات، والشكل بزاف تيجي الشكل ديالو جميل. فبطبيعة الحال ولا بد انكم تعطيه الوقت الكافي باش يلصق كما تشوفوا معايا. انا الان صوبته بالزربه دغيا طاح، فيمكن لكم انكم تزيدوا تجملوا هاد الفاز ديالكم وتوضعوا فيه هاد الاشكال اللي كتباع في المحلات التجاريه، فالشكل ديالو غادي يجي عصري وغادي يجي جميل. تنتمنى ان فقره الديكور بالنسبه لي تكون نالت اعجابكم. بالنسبه للسيدات اللي بغاو يفوزوا معنا بالديكورات اللي سنحضروا في البرنامج، يمكن لكم انكم تبعثوا باس ام اس مكتوبه فيه لام لرقم 5322، ضاعفوا المشاركه ديالكم باش تكونوا محظوظات وتفوزوا بالديكورات. فهذا وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء.